سوريا حيث قتل 6 مدنيين بينهم نساء وأطفال وأصيب آخرون بجروح في قصف للقوات الحكومية على منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق. وقال عنصر من الدفاع المدني إن طائرات حكومية ألقت براميل متفجرة تحتوي على قنابل عنقودية على مخيم خان الشيخ ومحيط بلدة الدير خبية. وتأتي هذه التطورات قبل يوم من بدء هدنة إنسانية في مدينة حلب شمالي البلاد لمدة 8 ساعات. أعلنت الحكومة اليمنية أنها في حالة استعداد كامل للبدء في إدخال المساعدات الإغاثية إلى مدينة تعز المحاصرة وبقية المحافظات والمدن المتضررة. وأعربت الحكومة عن تطلعها إلى التزام حقيقي من قبل ميليشيات الحوثي وصالح بوقف إطلاق النار الذي دعت إليها الأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى. ومن المقرر أن يبدأ غدا الخميس لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد. وهذه هي الهدنة السادسة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي وصالح. نظمت مؤسسة رسالتي لتنمية المرأة في محافظة تعز اليمنية ندوة حول الصراعات المسلحة وأثرها على النساء، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية. وبشكل أساسي تركزت الندوة حول المرأة الريفية ومدى تحملها للصعوبات في ظل الأوضاع المضطربة في اليمن. تزامنا مع اليوم العالمي أو اليوم الدولي للمرأة الريفية المقر من الأمم المتحدة، أقيمت اليوم ندوة حول الصراعات المسلحة وأثرها على المرأة الريفية في اليمن. ونحن بهذه المناسبة ندعو الأمم المتحدة وخصوصا مجلس الأمن لتنفيذ قراراته المتعلقة بحماية المدنيين في الجمهورية اليمنية. على الحرب زادت الضغوطات على المرأة، الصراعات المسلحة أثرت بشكل كبير على المرأة اجتماعيا ونفسيا وصحيا. المرأة لم تعد تلك الإنسانة العادية أو الضعيفة التي كنا نعرفها ونراها في حياتنا العامة.